یه سوره مبارکه نور آغاز می کنند و انشاءالله تا پایان آیه 43 ادامه خواهند داد. و ختام المشاركين معنا في المرحلة الأولى من المسابقات، المشارك معنا من دولة الكويت عبد الله حسن أحمد سيتلو ما تيسر له من سورة النور بدءا من الآية 41 وانتهاء بالثالثة 43، فليتفضل المشكورة بعد أن نلفت عناية الحضور الكريم بما قاله الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث تطرق إلى الشباب قائلا: من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه وجعله الله مع السفرة الكرام البررة، وكان القرآن حجيزا عنه يوم القيامة يقول: يا رب، إن كل عامل قد أصاب أجر عمله غير عاملي، فبلغ به أكرم عطائه فيكسوه الله حلتين من حلل الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صلاته وتسبيحه والله عليم بما ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء
شاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار صدق الله العلي صل على محمد وآل محمد. موفور الشكر وجميل الامتنان بين يدي القارئ الذي استمعنا إلى تلاوته من دولة الكويت عبد الله حسن أحمد.